اهالي الشهر كانوا بيعملوا مؤتمر تجريمي في مسرح البالون، جم البلطجيه ضربوه، اتصلوا بالشرطه، الشرطه جت ضربتهم مع البلطجيه وخدت منهم معرفش 4 ولا 7 خلتهم هنا، جم عشان يطلعوا المعتقلين راحوا ضربينهم، الخبر نزل على النت، نزلنا لان انا مش هسيب اهالي الشهداء اللي هم اخر حاجه بتفكرنا بالثوره يتضربوا منهم. اقسم بالله احنا بنحافظ على اهالي الشهداء اللي اتضربوا النهارده من غير ذنب. ليه هم يجوا يخش علينا يضربونا بيقولوا علينا بلطجيه؟ احنا اللي كنا 25 و28 مش حد غيرنا، احنا برضو اللي خلينا 25 دخليه جديده، 28 دخليه جديده، بيضربونا تاني بيضربونا تاني ونقعد نظام تاني وكسبنا. الناس اللي موجوده في الميدان ديت هي الناس اللي عملت الثوره، مش الناس اللي بتتخانق على الجمهور وانتخابات. الناس اللي موجوده هنا اهوت بتقول القصاص، الناس ديت هي اهالي الشهداء والزوار الحقيقيين اللي بينزلوا النهارده وبيخشوا في مواجهات مع الداخليه اللي النظام بيفرض علينا نفس الطريقه من العنف، قنابل مسيله للدموع ورصاص مطاطي ومصابين بيقعوا في وسطنا. ليه؟ لان مفيش حاجه اتغيرت. احنا عارفين ان المشير جزء من النظام، لكن سبناه على اساس انه يطهر البلد، وهو رفض يطهر مصر واستخدم السياسات القديمه لنظام مبارك وما زال بيحمي مبارك. واهالي الشهداء كانوا يعتصموا وهم رفضوا الاعتصام دويت، عشان كده حصلت المظاهره دي، لان المشير متواطئ مع النظام القديم. ما شفناش اي تغيير. زكريا عزمي خالص. والحراميه الكبار ما تحاسبوش، ما شفناش اي حاجه، عشان كده احنا راجعين الميدان ناخد حقنا تاني، والثوره بدات من النهارده. يلا يا ابطال، يلا يا ابطال، الحريه يا ابطال، ابطال الميدان، الميدان بتاعنا يا رجاله. احنا نرجع وانتوا ترجعوا، احنا بنرجع انتوا بتيجوا. طب حضرتك وظيفتك تحمي الناس مش تضربهم.